تستحق تسليط الأضواء على هذا المحور، ونعني بذلك اتفاق لاريكا أو ما يعبر عنه باتفاق الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي. بطبيعة الحال هذا الملف وغيره من ملفات الشركة مكانتك الاقتصادية تعطيك القوة السياسية تاعك، موازين القوى مختلة تماما في جميع المجالات. اليوم تم مجتمع مدني، احنا بطبيعة الحال ماناش منغلقين، عندنا اللي يتقاطع معنا نتقاطع معاه في هذه المجالات، وسوف نواصل معنا ضغطنا الايجابي من اجل ان نمنع باش يصير اتفاق دون ان يكون القدرات معناها العلميه في البلاد واهل الاختصاص لهم الكلمه نتاعهم في كفاءات مستقله حقيقيه، ونكونوا التفاوض الند للند من اجل الدفاع على مصالح تونس. الاهم الاسباب هو كل ما جاء في المداخلات، يعني يعني الانعكاسات الكارثيه اللي تنجم تكون على كل تقريبا قطاعات الانتاج، الخدمات، الفلاحه، الطاقه. الاتفاقيه هذه غير متكافئه، فيها الطبع نتاع هيمنه فهمتي استعماريه للاتحاد الاوروبي اللي يحب يفرض علينا فهمتي جمله من الشروط، كما التقارب التشريعي، كما الملكيه الفكريه، كما التقيد بالمعايير الاوروبيه اللي في الاخر يعني ما تنجم تخدم كان الشركات الاوروبيه لا غير. يعني هي التنسيقيه مش تضم بعض الاحزاب اللي عندها نفس المقاربه ونفس القلق من مخاطر هذا الاتفاق، وعندنا زاد ايضا بعض المنظمات كالاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الفلاحين وجمعيات عشرات الجمعيات ذات العلاقه وبعض الشخصيات الوطنيه، وشددنا على ان تكون هذه التنسيقيه مفتوحه لكل القوى الحيه من احزاب ومنظمات وجمعيات في مجال خاص تحقق أهدافها. إذا كان وصلنا معناها أثرنا على الوضع معناها والموقف معناها خاصة الحكومي، النتيجة تجي بعد معناها لأنه مازلنا في البداية.